انا عارف ان بقالي زمان ما اعطيتكم الابديت شو اللي صاير معي بالسكوات، بس انا لهلا في وجع بسيط لما العب باك سكوات. صحيح انه بلعبها ومرتاح فيه اكثر بكثير، بس بعد في وجع كثير بسيط ما بدي يخليه يصير اسوء من هيك. وهيدي تعلمتها انا المره اللي فاتت، نفس الشيء، حسيت شيء بسيط وقلت يلا عادي، كملت ورجعت الاصابه. فهلا اللي حمسويه انا ان شاء الله للتسع الاسابيع اللي جاي، اليوم يوم الاثنين، فللتسع الاسابيع اللي جاي حكون كله فرونت سكوات. الفرونت سكوات الحمد لله زيرو بين، ما في ولا وجع لما العب الفرونت سكوات، فحكمل عليه انا. والفرونت سكوات كمان شيء حلو، الشيء اللي حلو فيه انه حيخليني اتمرن وبنفس الوقت حيحافظ على القوه تبعتي. يعني ان شاء الله لما العب الفرونت سكوات القوه تبع الارجل حتدل وحتزيد ان شاء الله كمان. بصير لما ارجع بعد تسع اسابيع لللو بار سكوات اللي هو السكوات الخلفي، بيكون القوه كمان قريب كتير او اكثر احتمال. فهذه التسع اسابيع حتكون تركيزي اكثر شيء على الفرونت سكوات، وبنشوف شو بيصير بعدها ان شاء الله خير. بس المهم انه نكون الركبه سليمه، اهم شيء الركبه. هلا ما انا مستعجل انا على اي شيء، مش مهم بطولي ولا شيء، المهم الركبه تكون سليمه واتمرن وانبسط انا، هو هذا المهم. بتسألني، بتشوفني عم بعمل هذا التمرين على السناب شات، بتسألني شو عم تعمل؟ ليه عم تحط البار هيك على اجرك؟ وشو السبب؟ السبب انه هيدا مثل الفوم رولر، فوم رولر، هذا الفوم رولر الاسود اللي عادة بنعمل فيه الرولينج للافخاذ والرولينج للظهر لكل شيء عشان نفكفك العضلات. بس الفرق انه الحديد بيركز اكثر عشان سميك اكثر، يعني الدنسيتي تبعه اكثر، فيعني بيدخل داخل العضل، ويعني صراحه شيء يعني ببكي. اول مره تستعمل شيء ببكي من كثر ما بيوجع، بس بيرخي العضل بشكل مش طبيعي. بصراحه هذا هو اكثر شيء ساعدني عشان الركبه، عشان انا ركبتي دائما المشكله انه الكواد نفسه كثير مشدود، فهيدا الحركه هاي كثير بترخي الكواد وبتريحني شوي عشان لما اتمرن ما احس بشيء بركبتي. هذا هو السبب. ساعدتني بالفرونت سكوات الربوع عشان تقدر تحط ايدك تحت البار، والله هذا اكثر شيء ساعدتني انا شخصيا. وانا عم بعمل الفرونت سكوات
بنص الجلسة واحد ماشي مش شايف قدامه خبط بالبار، وأنا عم حاول وازن نفسي عشان ما يوقع الوزن على الأرض ولا يوقع البار على حدا، وأنا عم وازن البار وأنا عم حاول أتحكم فيه انلوع كوعي. فهلأ بس عم حط طلج عليه عشان إذا في أي التهاب بس يخف شوي من اليوم لبكرة. أنا عادة لما أخلص التمرين اللي بسويه إنه بحط التلج على ركبتي لمدة 15 دقايق بس عشان يخفف الالتهاب مع الوقت. ف يعني أنا بحس إنه هيدي كتير ساعدتني وتعودت عليها إنه أحط التلج بعد التمرين، ومش ضروري بس كتير بيساعد صراحة. أنا هلأ حولت ل فرونت سكواتس، يعني هيدي الفترة ابتداء من اليوم لين كمان 9 أسابيع مش حسوي ولا باك سكوات اللي هو السكوات الخلفي، حسوي كله سكوات أمامي. ليش؟ عشان حاولت أسوي سكوات خلفي وشوي شوي تدريجيا زدت الأوزان والحمد لله ماشي منيح، بس حتى ولو لما وصلت لل 120 كيلو حسيت إنه بعد في هيك بس وجع بسيط، فما بدي خاطر صراحة. أنا بكفيني الإصابة اللي إجت لي من أول وبدي أرجع كمان أجيبها تاني، مش ما في داعي. وأنا عم سوي فرونت سكوات هلأ عشان الفرونت سكوات بيحط ضغط كتير أقل على الركبة، يعني أنا لما أسوي فرونت سكوات ما في ولا وجع الحمد لله. بس مشكلتي هلأ أنا التكنيك تبع الفرونت سكوات، يعني أنا شوي شوي عم يتحسن بس بعد مش ظابط معي التكنيك. وإن شاء الله أكيد لما يظبط معي التكنيك أنا، يعني اذا 9 اسابيع حلعب فرونت سكوات حيزبط غصب عنه. انا دائما بحب انه ركز كثير على التكنيك تبعي لما ضبطه وجيبه 100%. فان شاء الله باخر 9 اسابيع بيكون التكنيك زبط احسن بجيب رقم جديد بالفرونت سكوات. انا اخر رقم جربته كان الاسبوع اللي فات كان 140 كيلو، وهذا اول مره بجرب رقم اصلا بالفرونت سكوات، فجبت 140 ومبسوط فيه. 140 رقم حلو بس مش الرقم اللي انا بدي اياه، انا بدي رقم اكبر بكثير. فبنشوف هلا بعد 9 اسابيع قد ايه بجيب، اذا بيكسر للرقم ولا لا. بس مهم عندي انا انه اجيب التكنيك عشان المرونه تبعي انا كتير ما بت... مش عم تساعدني، مش عم بقدر امسك البار براحه، امسك البار ايدي تحت البار براحه، فعم بتعب كتير بالفرونت سكوات. بس ان شاء الله مع الوقت هذا كله بيروح كله بيتحسن. ففي كتير ناس، في كتير اسئله اجت لي على العلاج الطبيعي، ساعدني ولا ما ساعدني، شو هو، ليه سويته. العلاج الطبيعي اللي انا سويته كان بس 3 شغلات. بيحطوا لي اول شيء الالترا ساوند. الالترا ساوند هيدا تخيلوه مثل لما تحط كماله سخنه على ركبتك مثلا، انت عم تسخن بس اول كم سنتي من جلدك بس الالترا ساوند هذا بفوت تحت الجلد، بفوت لجوه يعني مثل الديب هيت، وكتير بريح العضل والاوتار اللي موجودين هناك. فهذا كنت عم اسويه 3 مرات بالاسبوع وريحني، يعني انا بحس براحه بعد ما يسووا لي اياه. وثاني شيء بيسووه هو بالكهرباء. انا ما بعرف الصراحه شو هو هدفه هذا الكهرباء، بس كتير مريح، كتير مريح. يعني بعتقد بمشي الدم او بيرخي العضلات ولا ما بعرف شو بيسوي صراحه، بس كتير مريح لما يسووا لي اياه. كتير بحس انه كانه ما في وجع وقتها. بعد ما يخلص هذول الاثنين بيحطوا لي بس ثلج لمده 10 دقائق ربع ساعه وبعدها بروح على البيت. هذا هو العلاج الطبيعي، سويت 6 جلسات على مدى اسبوعين. فبعد العلاج الطبيعي هلا المفروض روح مراجعه، يعني هلا بدي اعمل موعد انا ان شاء الله قريب، روح مراجعه مع الدكتور بدي اشوف. يعني لهلا في وجع بسيط، بس هذا الوجع ولا شيء مقارنه بقبل العلاج وقبل الجبس. فيعني الوجع خف كتير الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله كمان شهر ولا شهرين يروح تماما. بس هذه الاصابه كتير مزعجه، يعني مش عم تخليني اتمرن، وانا كثير بحب السكوات وبقالي سنه، يعني حكمل سنه مش عم بقدر العب سكوات، رقم بعده مثل ما هو سنه، يعني شيء بيقهر صراحه. بس الحمد لله الديد ليفت عم يطلع والبنش عم يطلع، فهذا الشيء يعني حلو، اعطتني فرصه انه احسن بالبنش والديد ليفت. السبب اللي انا مش عم نزل حلقات كثير عشان التمرين كثير ممل والاوزان كثير خفيفه، ما حيكون فيديو حلو صراحه. فانا بس هلا عم حاول ابني حالي، فان شاء الله الفيديوز اللي جاي حتكون فيها اوزان اكثر، عشان عم بعمل هلا فرونت سكوات. بصير بتتعلموا مع الفرونت سكوات، بقول لكم انا كيف هي الحركات اللي عم تساعدني اكثر شيء. انا سويت فيديو على المرونه تبع الفرونت سكوات، هذه الحركات تقريبا كل يوم عم سويها قبل الفرونت سكوات. بس في غرات ثانيه كمان بدها تساعدني بالفرونت سكوات، التكنيك تبع السكوات نفسه غير المرونه. ف
فهذه الغرض بصير بشاركها معكم انا وتتعلموا منها، وانا كثير كثير بنصحكم انكم تجربوا الفرونت سكوات. الفرونت سكوات فيها فوائد كثير للديد ليفت وللسكوات الخلفي، صدقوني كثير بتساعد. فان شاء الله بشوفكم بالحلقه الجايه، والحلقه الجايه حتكون كلها عن الفرونت سكوات. اوكي اتفقنا؟ اوكي.